Maintenant, qu'est-ce qui te reste à dire? Tu peux le dire que Fekir Drabtsik, d'accord, et que tu as des certificats pour ça, tu peux l'annoncer. Moi, je te donne le feu vert. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت قبل ما نبداو خليو لنا شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى كنتي اول مره كتشوف القناه دير اشتراك القناه فعل معك الجرس باش الى كانت شي حاجه جديده توصلك انت الاول. وما تنساوش الخوت تفعلوا مع الفيديو وخليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو. Prima che ti sovra e poi se prima ti sovra e poi se prima ti sovra e poi se ولكني الله الا الكلب زعما بحال العاقبه يا خويا. شوف والله ما عندك ما تسالو بالله. كوكو اعتقا يا خويا هذا الكلب حق الله. كل ما كان هذاك الكلب الشفرة مسكين عرفتي انايا والله الا لا يقتلوني هاد الدريات نهار حق الرب. والحياة كاملة ويش تسلفها الحويج الحياة كاملة وكتقهرك حاسديني ما هاملينيش ما ولبسي بعدا حويجك لبسي حويجك ديولك بعدا ويكون خير. نشوفوا الحسد ونشوفوا الشر ونشوفوا الحقد حاسديني كتصنعي لنا النفحة. ماشي كاع البنات كيتسلف، كاينين البنات اللي كيكون عندهم اصلا الحوايج ديالهم وكاينين اللي كيشريهم يوم صحابهم وكاينين اللي كيتسلفوا. عند راسه هو دابا سد الف سد عليه هو والكلب ينشروا الكلب اليوم. لا هادي تعاود ديرها في دمك ضريبه يا ملمانه الغيره. المندوب هنا وين المندوب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. هو اللي قال السلام عليكم. في خوك مسكين تبدا عليه في خوك كريم. الناس كيقراو القران تيتعلموا القران ويا عزاز. شو كيقولك شحيه من ميدلش شحيه الناس ديال ميدلش اخويا العز من شين درب حسن خويا عم مالي الوقت شين ما عندك والو ياك الله سبحانه وتعالى هو اللي عندك مدورين. لا لا الشيف دايره لايف الشيف دايره لايف كاين والو الشيف دايره لايف. لا لا ما كاين والوش لا ما كاين حاجه ليا ما كاين والو كاين والوش ها كاين الله فين ملكه الله الحمد لله. مغني الشيف ديال الراب انا داير لايف انا راه لو وقف على الحاجه كنعرف بنادم مالي اللي كان وقف على واحد الحاجه كنعرف الله يحيطك الله يحيطك لو وقفت على شي حاجه كنعرف اش كندير. وقفوا اليوم صحاب الحال يا خويا وقيلا لو دايرين شي كعيه ولا هازين معاهم شي لعبه ما كاينش المزاح بالك ليه البوليسي كنعرف علاش كنوقف كنعرف عاقب يوم يا خويا. من واحد باين السلام عليكم انا حالات المسيحيه على الدريات بحال هادي والله واخا تكون فقير غادي تشوف حيدو انت مطرد الدريات حيدو حدا الدريات اهلا بكم ما جابنا اليوم كان دابا نتزوجوا هيا هذا مين؟ الله
ما عندي غير الدق، ما كاين غير الدق، وما كاين غير الدق. انا ما تنعرفش وانت ما تعرفنيش، قلب عليا صح. تفرقوا على الشاب العربي، تفرقوا على الشاب العربي، جبتو عنده. لالا بخير الحمد لله. اش كتعاودي؟ بخير. ماي نتا كلشي لاباس؟ هو هذاك الحمد لله. نقول لك واحد اللغز وتجاوبيني عليه. نعم. حاجيتك ما جيتك على عبانه، فوق عبانه وركبه عيانه، شكون تكون؟ كيعرف تكون كيما غنجاوبكش عليها. اقول لا ما نقدر. هي الدجاجه. يا الدجاجه هي الدجاجه حابه شي حاجه. لا لا الحاجه واش حنا فايت نقولوا هذا وليد حنا محترمين لا عاودوا نتعاقبوا عليها ما يسمحش ما يسمحش. هي شنو هي؟ لا مسخه الحاجه هذه. واني موسيقى هذه سمعت الجواب ولا ما سمعتوش؟ سلمات سلمات فوتو فيرمو. شكون هذا؟ وصيح. شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ وصيح صح انا كيتصور مع اللعب وما عرفوش حتى شكون هو بعدا. انا فوزينا قال لي شكون هو هذا؟ ما عرفتش كتصور معاه علاش؟ انا كاين فوتو حاجة فيرمي. لا قول لي فيرمي صح. فيرمي موتشاس غراسياس. غراسياس. راه حاجة التفصيل. لا فوتو عليا شكون عارفه؟ شكون اللي عارفه انا؟ ما عارفه كاع كيتصور معاه. انس البازي يعترف بتأنيف زوجتي. maintenant qu'est-ce qui te reste à dire? tu peux le dire que fait qu'il y a ضربتك d'accord et que tu as des certificats pour ça tu peux l'annoncer. moi je te donne le feu vert d'accord. je n'ai aucun problème et tu ne me fais pas peur d'accord. maintenant tu es divorcée ma belle. au revoir. فين هو داك الحب؟ فين هو داك الفريح والتكاتع والعياقة من هنا والرومانسية داكشي كله مش صافي. دوك الناس اخويا ما يمكنش ترد ليهم واخا تبقى خدام حياتك كاملة ماشي غير بيديك بالشفار ديال عينيك. الوالد ديالك انت كتشوفو حياته كاملة. انا من نهار حليت عيني الوالد ديالي كيفيق مع 3 ديال الصباح يمشي يجيب الحطب من واحد البلاصة بعيدة شي 5-6 كيلومتر على رجليه. شي كيمشي في الاول راكب حاجهك على الحمار ملي كيكون جاي على رجليه كيخرجوا مع 3 ديال الصباح وكيرجعوا مع 12 ديال النهار باش يجيبوا داك الحطب اللي كيطيب به داك الفخار اللي غيتباع باش تاكل به انت الخبز وتقرا به. ما نرد ليه ولو ساعه واحده من 3 ل 4 ما غاديش نردها ليه واخا نبقى حياتي كامله. والوالده مسكينه نفس الشيء لانها تكرفصات وصبرات و تخيل معايا انت بوليداتك ومشهور والديك باقي كيعيطوا لك كيقول لك راه خاصك شي حاجه. دونك عندك الوالدين وتا مكرد باقي كيسالوني بزاف ديال الله يسمح لنا من الوالدين الخوت اللي باقي عنده الوالدين في العائله يطلع فيهم وحق الله العظيم. راه الا فاتوا تمشوا الوالدين راه مشى كلشي.